مهرجان قصر الحصن لسباقات الهجنة العربية، حيث تعلن انطلاقة الشوط الثامن الخاص بالقعدان المهجنات. وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة رصدت أيضا للفائز بالمركز الأول، وبقية المراكز الجوائز النقدية للعشر المراكز التي أيضا تتواجد خلف المركز الأول في هذا الانطلاق. ينطلق مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط ونتابع المركز الأول في هذه الانطلاقة. نسناس يأتي على مقدمة هذا الشوط، بخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري من يعلن أيضا بانطلاقة نسناس، بينما المركز الثاني يتواجد في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء المفدع ناصر بن سعيد بن علي بالشيبة من يأتي في المركز الثاني خلال هذه الانطلاقة. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، لدى وجود أيضا النايف منصور بن عبد الله بن سعد المنصور من يأتي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع أشقر يأتي في المركز الرابع، أحمد بن محمد بن عود الرميثي من يعلن بانطلاقة أشقر في المركز الرابع في هذه اللحظات. وننتقل مباشرة إلى المركز الخامس من الجانب الآخر، يأتي الباسل فلاح بن سعيد بن فلاح الإحبابي من يقدم الباسل في المركز الخامس، بينما المركز السادس هنا ينطلق أشقر حمد بن سالم بن عوض النعيمي في المركز السادس. والمركز السابع انطلاقة أيضا عرمرم ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري من يأتي بانطلاقة عرمرم في المركز السابع، بينما المركز الثامن تدخلات أيضا من هذه الأسماء وانطلاقة مشاهدينا الأعزاء المارد حمد بن عبيد بن حلوس العامري، بينما المركز التاسع هنا يتواجد أيضا مجد عبد الله بن عتيق بن محمد العميمي، والمركز العاشر تدخل شاهين حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر من يعلن بانطلاقة شاهين في هذا المسار وفي هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل. هذه هي الأسماء العشر المتقدمة، وراقبوا هذا الشوط الذي يحمل هذه الأعداد المنطلقة بكثرة الأعداد التي تواجدت وتوافدت على أرضية هذا الميدان للمشاركة في هذا المهرجان. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول. ما زال هنا نسناس على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول، ليعلن أيضا بوجود بشعار بن ذيبان بخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري لدى انطلاقة نسناس على مقدمة هذا الشوط. تحرك أشقر في المركز الثاني للسيد حمد بن سالم بن عوض النعيمي من يأتي بانطلاقة أشقر، بينما المركز الثالث هناك ظهرت الأسماء، انطلقت الشعارات، تقدم الكل في هذا الانطلاق. وفي المركز الثالث في هذه اللحظات وصول أيضا النايف منصور بن عبد الله بن سعد المنصور من يأتي بانطلاقة هذا الاسم، تدخل أيضا شعار راعي ظبيان في هذا الانطلاق مع مشاهدين الأعزاء، وانطلاقة المارد حمد بن عبيد بن حلوس العامري من يأتي أيضا أحد المصانع الجنوبية لينطلق مشاهدين الأعزاء بانطلاقة المارد. تدخل أيضا في هذه اللحظات الحصان شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي من يقدم الحصان في هذا الانطلاق، لينطلق كالحصان ما شاء الله، خذ المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث هنا وصول أشقر حمد بن سالم بن عوض النعيمي، والمركز الرابع هذه هي تدخل شاهين حمد بن خليفة بن شاهين المرر من يتدخل مشاهدين الأعزاء في المركز الرابع. ومن الجانب الآخر هناك النايف لمنصور بن عبد الله بن سعد المنصور، بينما المركز السادس وصول من النشمي محمد بن غدير بن عبيد الاكتبي خذ المركز السادس، بينما المركز السابع تدخلت الأسماء وانطلق الأوضاحي حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي من يأتي تضح لكل أيضا المتابعين بأن الوضيحي تدخل ضمن العشر المراكز المتقدمة، انطلق في هذه اللحظات مع المركز الرابع. ووصول آخر هناك من الجانب الآخر داهوم وصل في هذه اللحظات، رايد بن دخيل الله القرشي من يأتي بانطلاقة هذا الشوط لدى هذا التحدي، وتدخل أيضا مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات الحذر عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني القادم من السلطنة لدى انطلاقة الحذر.
بدر خلاص تخلى أجواء الكيلو متى الأخير، أجواء هذا الكيلو، مشاهدة هذا الكيلو، متعة هذا الكيلو، لينطلق الكل نحو ناموس هذا الشوط بقيادة المارد، المارد المارد ما زال على الصدارة. حمد بن عبيد بن حلوس العامري وشاهين في المركز الثاني في هذه اللحظات، حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر وتدخل أيضا الوضيحي الوضيحي على المركز الثالث في هذه اللحظات، حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يأتي بانطلاقة الوضيحي، ما شاء الله تحركت الأوامر، أصدرت الأوامر، انطلق الكل، وصل أيضا شعار صعب المضمرين في هذه اللحظات. الله السلام راشد بن سلطان بن مطر بن مرخان من يأتي في المركز الرابع، انحصرت المنافسة رباعية رباعية بقيادة شاهين على مهرجان قصر الحصن لسباقات الهجنة العربية، حيث تعلن انطلاقة الشوط الثامن الخاص بالقعدان المهجنات، وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة رصدت أيضا للفائز بالمركز الأول، وبقية المراكز الجوائز النقدية للعشر المراكز التي أيضا تتواجد خلف المركز الأول في هذا الانطلاق. ينطلق مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط ونتابع المركز الأول في هذه الانطلاقة، نسناس يأتي على مقدمة هذا الشوط، بخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري من يعلن أيضا بانطلاقة نسناس، بينما المركز الثاني يتواجد في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء المفدع ناصر بن سعيد بن علي بالشيبة من يأتي في المركز الثاني خلال هذه الانطلاقة. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، لدى وجود أيضا النايف منصور بن عبد الله بن سعد المنصور من يأتي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع أشقر يأتي في المركز الرابع، أحمد بن محمد بن عود الرميثي من يعلن بانطلاقة أشقر في المركز الرابع في هذه اللحظات. وننتقل مباشرة إلى المركز الخامس من الجانب الآخر، يأتي الباسل فلاح بن سعيد بن فلاح الإحبابي من يقدم الباسل في المركز الخامس، بينما المركز السادس هنا ينطلق أشقر حمد بن سالم بن عوض النعيمي في المركز السادس، والمركز السابع انطلاقة أيضا عرمرم ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري من يأتي بانطلاقة عرمرم في المركز السابع، بينما المركز الثامن تدخلات أيضا من هذه الأسماء وانطلاقة مشاهدينا الأعزاء المارد حمد بن عبيد بن حلوس.